هذه الصحة التي نتمتع بها كإنسان، الجميع يستطيع يعيش بهذه الصحة، وليس الصحة الجسدية، يعني صحة بعيدة عن الأمراض كما سلفنا، الصحة الجسدية والنفسية والعقلية والذهنية. طيب إذن هذا شيء وارد جدا، وبالتالي حين قال الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة في كل من تلك العناصر الأربعة، أنتم أم نحن، يعني أنت البشر أم نحن، أي الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك انتهاء من المجموعتين، أي في الأربع عناصر، المجموعة الأولى عن خلق الإنسان والتراب، والمجموعة الثانية عن الماء والنار، لنجد بعد ذلك إذ جاء قول الله سبحانه وتعالى بعدد الكلمات تكون كل آية متناسقة بعض البعض. سبحان الله، كيف؟ خليكم معنا. فسبح باسم ربك العظيم، أربع كلمات، سبح باسم ربك العظيم، قل سبحان الله. بعد ذلك لاحظوا معي تغير، فلا أقسم بمواقع النجوم، أربع كلمات. فالله سبحانه وتعالى يقسم بأعلى درجات من القسم، أعظم درجات لم نجد من في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى حلف بأعلى درجات، ومن ثم تكرر بعد مباشرة إلا في سورة الواقع. إذن هذا يدل على شيء، يدل على شيء عظيم جدا، إعجاز عظيم. فيقول الله سبحانه وتعالى إنني أقسم إلى أعلى درجات، هل ننتظر إن الله سبحانه وتعالى يقسم علينا؟ خلقنا ونفخ من روحي إلينا، واخترنا نحن كبشر أفضل وأقوى وأحب وأعظم مخلوق، وحين أمر كل مخلوقات تسجد على الإنسان وهو أنت وأنت. فآدم عليه السلام وحواء فهما أول مخلوق، يعني جدنا الأول، جدي الأول آدم، وهكذا جدك الأول وجدتك الأول هو آدم وحواء عليهما السلام. فبالتالي حين أمر كل مخلوق، أنا أمام الطبيعة وأحب الطبيعة وأعشق الطبيعة، لذلك وأحب هذه المنطقة المليئة بالطبيعة، يعني كما ترون الخضراء والجو الجميل، البرودة هنا يعني الثلوج فقط 3 أشهر والبقية يعني جو رائع جدا. نسأل الله تعالى للعالم كله، كرة أرضية اللي خلقت هي جنة الأرض، فالله سبحانه وتعالى هذا كل دالة لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض. لكن إذا حلقة أخرى ما تعلق بدورة الهيدرولوجية ودورة المائية ودورة تكوين الإنسان يعني تكوين الكون بالكامل وعلاقة، وكيف لماذا الكون بدأ يتغير بهذا الشكل، الكرة الأرضية، ولماذا الكوارث والتبعية والحروب والنزاعات البشرية، له سر كبير جدا، الإعجاز للماء الساخن سبحان الله. وقدمنا في بلاكسبرغ في حلقتنا تحدثنا في مختصر في هذا الموضوع. عموما بالتالي يعني لاجد في الآية الثانية بعد ما قال الله سبحانه وتعالى بعد ما حلفه، طبعا كرر تحليف حلفه، يعني قال أول شيء سبح اشكر ربك، بعدين جاء حلف فلا أقسم بمواقع النجوم، قسمه، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. سبحان الله، إذا ماذا ننتظر؟ إنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني هذا شيء، يعني لماذا جاي الحلفان القسم مرتين، ولماذا جاء التسبيح مرة واحدة؟ لأن الإنسان عنيد، إنسان بكل أحوال عنيد، يشكر ثم يكفر، يشكر ثم ويتكبر الخالق وكذا، يعني ما ندخل في هذا الموضوع، موضوع آخر بكل تفاصيل كثير، لكن باختصار لما جهز تسبيح فلأن قليلين من يشكرون والكثيرين من لا يشكرون، سبحان الله، يعني دائما نحن نشتكي لكن في الشكر قليل. إذن هنا سبح باسم ربك العظيم، قول سبحان الله فإنني آمنت، حتى لا أقع في الكفر ولا أعاند الخالق العلي القدير جلت قدرته، هو الذي أنعم الملك لمن يريد، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك لمن تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن واضح جدا بأن فعلا هذا شيء عظيم جدا،
ولا ايضا لما ناتي في انثروبولوجيا او علم الانسان الذي نحن دائما نتحمس في دراسه علم الانسان وتكوين الانسان ومكونات الانسان وعلم البيولوجي والسيكولوجي يعني النفسيه والجينيه يعني الجينات حتى في الامراض الوراثيه والاشياء هذه كلها، بالتالي نجد بان كل انسان بما في انت وانت كله بدون اي استثناء من اين ينتمي هذا الانسان، مجرد هو انسان مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، مخلوق عظيم أحب وأعظم وأقوى وأجمل مخلوق، هو مخلوق هو الإنسان خلقه الله تعالى فضله عن العالمين. فبالتالي كل إنسان دون أي تمييز دون أي استثناء دون أي قيد، من أين ينتمي؟ من أين ينتمي؟ سواء انتماء القبلية أو انتماء العرقية أو الدينية أو المذهبية أو المادية أو الجسدية أو الثقافية أو العلمية أو الجنسية، أينما ينتمي الإنسان فهو فضله عن العالمين يعني عن المخلوقات كلها. فالإنسان سبحان الله كل إنسان دون استثناء، وذكرنا في خلال محادثاتنا خلال محاضراتنا حتى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا قبل شهر كنا في الفلبين عملنا كنا في لقاء إعلامي وأيضا محاضرة قدمنا ذكرنا بهذا، لا يوجد إنسان وهو إلا مر بمراحل نمو بداخل رحم الأمة واحد، لا يوجد إنسان أي جنين ما لم يمر بمراحل دؤم إلا من خلال سائل الأمنيوسي أي الماء الساخن. إذن لم لا يوجد إنسان اكتمل خلقه مجرد كيس مملوء بهواء أو مملوء بالتراب أو يعني هذا كيس أمنيوسي كيس الرحم مملوء بماء ساخن كما استفنا بتفاصيله. لذا الله سبحانه وتعالى وحدنا بالجميع، لماذا وحد الجميع البشرية؟ لماذا أتينا من يعني مخلوق واحد من آدم وحواء من ثم أحفاد حتى نبقى دائما منسجمين حتى نكون دائما نبني جسور السلام وتعايش السلمة حتى نستخدم ديننا الحنيف كمسلم أنت وأنت للآخرين لتقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن السلام لا يقتصر بالمسلم على من مسلم إلى مسلم إلى كل إنسان، فالإسلام انطلق من السلام، سلام بالتالي جاء هو آخر دين حتى يعلن السلام، حتى يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون السلام بين هؤلاء الذين كانوا في الجاهلية وهو ما من العرب، نزل هذا القرآن الكريم ونزل الإسلام في جزيرة العربية، وبالتالي وبدأ برسوله الذي كان يعني راعي البشر راعي البقرة راعي الغنم، بالتالي لم يتعلم، فالله تعالى اختاره ونعم عليه هذا الوحي علمه حتى ما وصل اكتشافات علمية حديثة انطلق من آياك آنذاك الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث وإلى آخره. بالتالي هذا الإنسان مخلوق العظيم، وبحيث أن كل ما لم الله سبحانه وتعالى لم يغفل ولم يفشل، نحن فشلنا نفهم ما أراد لنا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ كما ارتأينا نقص وقود، هذا الوقود سبحان الله هذا الوقود الذي يغذي كل خلية من 100 تريليون خلية التي يتكون بها الإنسان، وكل خلية مكون من 100 تريليون ذرة يعني 100 تريليون ضرب 100 تريليون سبحان الله، وكل ذرة تحتاج كذلك الخلية تحتاج يعني كل يوم معروف أن الإنسان كل يوم تتجدد خليكم معي تتجدد بين 50 إلى 70 مليار خلية وتتساقط بنفس العدل، بالإنجليزي يقول أبوبتسي يعني سقوط. فبالتالي الخلايا السرطانية طبعا هذا حلقة أخرى كيف لماذا سرطان وكيف لدور الماء الساخن، موضوع كثير طويل 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 يعني سبحان الله حلقات وحلقات، نحاول نحن ننشر هذه النعمة الربانية هذا الإعجاز العظيم لكل إنسان دون أي قيد أو تمييز، نحن نجتهد بقدر المستطاع والله لا يضيء أجر المحسنين، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر لمن؟ للذاكرين وليس للجميع، لمن تذكر فتعمل الحسنات ولا تقلق
إذن للذاكرين، لمن يتذكر يظل يتذكر، أنك تعمل حسنات لا تتردد، ذلك ذكر للذاكرين. وأصبر، هذا أمر، حتى لا تفقد الأمل، حتى لا تبدأ تكفر وتشعر أن الله تعالى لم يعني قصر عليك، سبحان الله والعياذ بالله. وأصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يعني هذا واضح جدا وارد. طيب لماذا الإنسان يكره الإنسان؟ لماذا الإنسان ينظر على أخيه وأختي عدو له أو معتد له أو مشاجر له أو يعني نوع من النزاعات لا جدوى منها؟ من يكره من؟ من يحارب من؟ من يتنازع من؟ ولماذا ومن أجل ماذا؟ طبعا هذه حلقة أخرى، كيف ممكن نزاعات البشرية تنتهي بإذن الله تعالى وإرادته. لكن ندخل في موضوع هنا، مجرد آية واحدة نص على هذا، لقد خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني أنا يعني الله سبحانه وتعالى يقول أن خلقتكم بشر كلكم شعوب وقبائل، شعوب وقبائل يعني مختلفين العرق والجنسية والقبلية والدينية والمذهبية والعلمية والثقافية وكذا، هذه الاختلافات والدالة لذلك حتى في التوأم. أخذ لو أخذت التوأم خرجين من نفس رحم الأم، سبحان الله لا تجد نفس الصفات. لذلك هذه الاختلافات ليس فشل من الله سبحانه وتعالى، وليس نحن فشلنا بحيث لم نستخدم في بناء جسور. من الذي اختلف معايا؟ لا تقول هذا اختلف معايا يكرهني أو يعتدي عليك أو يحاربك، فهناك في عنصر مفقود. بالتالي وجدنا بأن الوقود، هذه الوقود التي تغذي خلايا دماغية المخ، تجعل هو في عملية التفكير كيف ينظر في الأحداث، كيف يتأقلم الأحداث، كيف يكون منتج، يعني منتج كيف يصل يزيد من درجة الإنتاج، يزيد من إنتاجيته من سواء في العمل أو في التجارة، إنتاجية المهنية، بحيث أنه يترك أثرا. هذه خدمة ستفيد أيضا للجيل الذي سيليه. لذلك نحن والحياة العصرية نعيش اليوم حياة أفضل عن حياة كانت سابقة. لماذا؟ واضح جدا، واضح، هذه الآية واحدة تكفي. واعتصموا، خليكم معايا، بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، وإن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله أكبر، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. طيب سبحان الله، ندخل بتفاصيل الآية هذه على السريع. أول شيء أمر، لا مفر، لا تتكبر حتى لا يأتي وقت يعني الله سبحانه وتعالى يعاقبك عقابا شديدا في الدنيا وفي الآخرة. إذن أمر لا مفر، لا مجال للنقاش أو للجدل أو للشكوك. واعتصموا بحبل الله جميعا، ليس فقط على المسلمين ولا على فئة معينة، فئة قبلية معينة أو دينية أو مذهبية أو اجتماعية أو جنسية أو من حيث الجنسية أو من حيث، إذن لا جميع، يعني ما كلمة جميع هنا يعني معناها البشرية أجمع أجمع، حتى يعني خلينا نكون بعيدين عن مسألة التكفير في الإنسان واستخدام الدين أو استخدام العرق أو المذهب أو القبيلة أو الجنسية أو اللون أو المادية أو الجسدية، أي ما نمتلك أو ننتمي إليه استخدام كأداة للعزلة. هناك يبدأ الخطر بداية انهيار والعياذ بالله، حتى تكون لابد أن تأخذ بما أمرك الله سبحانه وتعالى. إذن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إذن أمر لا مفر ولا تفرقوا،
واذكروا نعمة الله عليكم. فتذكر إن من الذي خلقك ومن أعطاك هذه الأصابع ومن أعطاك هذا العقل ومن أعطاك هذه العينين ومن أعطاك هذا الفم ومن أعطاك القلب للإحساس ومن أعطاك الرجلين لتمشي، أعطاك اليدين لتشتغل، كل هذه نعمة ربانية. فاذكر نعمة الله عليكم، لا تشتكي، لا تقول البلد مقصر، فلان مقصر. أنت استخدم عقلك واستخدم كفاءتك، استخدم وصبرك وكفاءتك وأصبر، فحسناتك لن تضيع. فخليك ابتعد عن الشكوات والكذا، الحكومة ما سوت لكذا، فلان ما سوى لكذا، فلان. لا، أنت امضي قدما وافعل ما أراد الله سبحانه وتعالى لك. استخدم هذا العقل السلمي، استخدم كل ما نعم الله سبحانه وتعالى عليك بالطرق السلمية لتجب نفسك تبني هذه الشجرة. تذكروا، تذكر الشجرة، الشجرة لكي تتحمل عواصف تزداد جذورها كثافة. ذلك أنت إنسان بحيث تستطيع تنمي وتنمو كمثل الطفل يمر مراحل نمو، وأنت أيضا حتى بعد نمو كل يوم تتعلم، كل يوم الحياة مدرسة لا نهاية. حتى لو كنت عالم من علماء لا يوجد، ستجد هذا العالم يريد يستمع، يريد يستفيد من الآخرين، فلا نهاية للعلم. لذلك حتى الرسول كان يستمع للطفل، يستمع للشيوخ، يستمع لكل إنسان. لا تتكبر الآخرين، يقول أنا أعرف كل شيء وفلان ناس ما يعرفوا. لا، أنت ما تعرف كل شيء إذا قلت هذا. الحياة مدرسة، كل يوم نتعلم. تالي إذن هنا، واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. إذن هو لا يضيج أجرك، اذكروا دائما، خليك تأمل، تذكر، اجلس وحدك في الغرفة، اجلس مكان هادي، ابدأ تأمل، تذكر في الماضي، تذكر ايش وين كنت، وين انت، وين كنت قبل 200 سنة؟ هل تعلم؟ لكن استطيع اقول لك كنت في الجنة، لان نفخ الله تعالى من روحي اليك. فاذا في حسناتك وما تفعل في الدنيا، اذا تبني في دنياك وتبني في الآخرة. اذا انت عندك جنتين، جنة في الأرض وجنة الأخيرة. دائما نسمع ان جنة الأخيرة، لا، انا اقول جنة في الأرض وجنة في الآخرة. لأن تبني جنتك هنا تعيش حياة كريمة، ناس بيفتخر بيك، ناس يقول عنك، خليك من اللي اعتدى عليك أو اللي شاجرك أو اللي يقول فلان فلان، لا، ارمي كأنه من لم يحدث. أنت افعل خير، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك الذكر للذاكرين ليس للجميع. وأصبر، عليك بالصبر، واصل كما فعل الرسول، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان صابرا. كيف فعل سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ صبروا، لم يشتكوا، لم ينتقموا، لم إذا كان يواصل يواصل يواصل. أمل، خليني نكمل الآية. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وإن كنتم عدأ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، يعني نعمته، نعمة الله سبحانه وتعالى، إخوانا. لا يقتصر على فئة معينة كما سلفنا، قبلية أو عرقية أو كذا مذهبي، لا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، هذه آية لا يوجد جدل فيه، سبحان الله. وكنتم على شفا حفرة فأنقذكم منها، وكنتم على شفا، يعني النار، حفرة النار، كان خلاص بتطيح في النار، الله أكبر. كنتم، إذا لم يقول الله سبحانه وتعالى وأنتم على شفا حفرة من النار، يعني لغة الآن، لا، كان سابقا، يعود للسابق. وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني معناته إيش؟ معناه أن خلينا شوية نعود نأخذ معنى الآية، نتدبر في الآية نفسها. كنتم سابقة، إذن ما هو إذن أجدادنا كانوا، لذلك نسمع الأجداد كانوا يعيشون حياة صعبة، حياة شاقة، حياة فيها صعوبة. انظر ما كيف كانت الحياة قبل 20 سنة، انظر كيف كانت الحياة قبل 50 سنة. طيب انظر حتى في التاريخ ماذا يقول، كيف كانت الحياة قبل 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 400 سنة. إذا هذا الآية تدل أن نسمع روايات أن الناس كان يشوف شياطين، كان كذا. إذا ما في إذا أنقذنا الله سبحانه وتعالى. لذلك الحياة اليوم جو حار أنت تعيش ببرودة، جو بارد تعيش بالسخونة. وسائل النقل، وسائل التحديث والتكنولوجيا، تنتقل من أعلى مكان إلى أعلى مكان في العالم، يعني بخلال 24 ساعة. العالم أصبح قرية صغيرة، هذه إرادة إلهية، لا مفر. يعني الناس يهاجرون، يسافرون من أجل العمل، يسافر من أجل الهجرة، يسافر ينتقل، يسافر من أجل التجارة. بالتالي أصبح لكل العزلة تزال بقدرة إلهية. تجد في مجتمع صغير
مؤسسة صغيرة، ناس بديانات مختلفة، مذاهب مختلفة، عرق مختلف، الجنسيات مختلفة، كل الاختلافات أصبحت التجنس حتى بين الذكر والأنثى، لأن إرادة إلهية لا يمكن نحارب إرادة إلهية، إن حاربنا فيحاربنا الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بما أقول. هذا دليل جدا واضح جدا. إذن فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، يعني اهدوا اهتدوا. بالتالي يعني لما وجدنا بأن خلق الإنسان، مصدر خلق الإنسان وتكوينه واكتمال خلق من مضغة ثم نطفة ثم علقة ثم جنين ثم يخرج طفلا، كل هذه من خلال الماء الساخن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعله سبب، بس نحن حاولنا ندرس علمية ايش هو الماء الساخن، ما ايش مكونات الماء الساخن. خليكم معي، الله أكبر. الماء الطاقة، الهيدروجين والأكسجين. طيب إذا هذا حلقة أخرى ما نستطيع، لو درسنا الطب البيولوجي موجود عندنا دراسات عملنا نجد عظيم جدا على الماء، مكونات الماء في جسم الإنسان بالصفة عامة 75%. مخ الإنسان مكون من 79 إلى 83% أو 79 إلى 86% ماء مخ الإنسان. الله أكبر، يعني كله ماي، جسم كامل 75، الرئتين 90% ماي، كله ماي. طيب إيش العنصر الثاني؟ الله أكبر، الطاقة. مخ الإنسان يستهلك يعني أكبر نسبة من الطاقة، أكبر من أي عضو آخر، أكبر من أي عضو آخر بالتحديد علميا 20% طاقة. الله أكبر. إذا هنا في موضوع يحتاج كيف نحافظ على الطاقة في خلايا المخ وطاقة الجسم، وما هو المصدر، وهذا نسميه الوقود. سبحان الله الإلهية، وقود من النعمة الربانية، نعمة الله سبحانه وتعالى نعمنا بها متوفرة كل مكان وزمان سبحان الله. والثالث الأكسجين. الأكسجين كيف المخ يحصل على الأكسجين؟ طبعا حلقة أخرى، يعني باختصار خلال الدورة الدموية توصل الأكسجين، توصل الطاقة، توصل كذا، يعني أيضا موضوع آخر. والثالث يعني قلنا الماء ثم الطاقة ثم الأكسجين، الرابع أي الهيدروجين. هذا موضوع آخر كمان حلقة واحدة لها تفاصيل دقيقة، بس باختصار اكتشف العلماء بأن جسم الإنسان يحافظ على أحواض هيدروجينية، ومنها أكبر كمية في الكبد لحماية الكبد حتى يظل الكبد قويا كافيا لإخراج السموم وكذا. بالتالي خلايا الإنسان كل خلية من حيث نموها، من حيث تجددها، من حيث جهاز مناعي جسم الإنسان يتخلص من الخلايا الميتة حتى لا تحول هذه الخلايا إلى خلايا سرطانية، حتى يمنع نموع غير طبيعي للخلايا، حتى لا تحول الخلايا سرطانية. إذا مسألة السرطان محلقة أخرى، هي كلها كل تعتمد على هذا الوقود. هذا الوقود كلها كدورة متكاملة غير متوفرة في آن واحد إلا إيش؟ الماء الساخن. الله أكبر. لذا هذه نعمة ربانية لا جدل فيها ولا جدال فيها ولا نزاعات فيها ولا شكوك فيها. من يشك فيضر على نفسه، لأنه هو أساسا إنسان، خليه يكون إنسان آلي، جهاز هو اللي يجي يشك فيه. هل هناك إنسان يشك؟ لماذا يشك؟ هذا وارد جدا. فحال من اليوم ستشك، ستأتي بأقوال متبدلة ومتشككة عن مفعول الماء الساخن. يا جماعة الخير، يا أخواننا، نرى طبعا هذه النعمة الربانية عليكم، استقبلوها، لأن كما هو دراسة معملت، الشيء الذي يأتي بالثمن عالي الإنسان يقدر، الذي يأتي من نعمة ربانية في متوفر كل مكان لا نشعر بأهميته بقيمته إلا لو فقدناه. وأنا كنت من ضمن فريق الذي كان يعمل لأنواع مناخية في التي ضربت سلطنة عمان، أيام كنت مهندس في وزارة الإسكان، وكنت خبيرا لمكتب وكيل وزارة وأعمال متصل بالوزير. فبالتالي كان ذاك الوقت لا أنسى كيف تأثرت معنويا من هذه الأجواء المناخية التي ضربت السلطنة، وأثرت كان أسبوع كامل لا يوجد ماء، ناس كان يقول ما نريد طعام نريد ماي. سبحان الله، الماء شريان الحياة، ما ممكن إنسان يعيش بدون ماء، يستطيع يعيش يعني كم يوم بدون طعام، لكن بدون ماء ما يستطيع، سبحان الله. عموما فبالتالي كل هذه الخلايا
صحة الإنسان، ونحن نقول نكرر مرة أخرى الصحة الجسدية والنفسية والعقلية والذهنية والروحية كلها تعتمد على هذا الوقود الرباني. الماء الساخن هو وقود الحياة، وقود كل إنسان، لأن أنت إنسان مكون من الماء ومحتاج للطاقة في جسمك حتى تكتمل دورة الدموية بشكل سليم، ومحتاج للأكسجين بشكل سليم. الأكسجين هذا نستنشق من الهواء 21%، الباقي نيتروجين. من وين حصل الأكسجين صافي؟ تذكروا، إذن الوقود الماء الساخن، حلقة أخرى ما نستطيع ندخل في تفاصيلها. والهيدروجين، لا يوجد مجال لتغذية أحواض هيدروجيني إلا بوسيلة واحدة، الله أكبر، الماء الساخن. وذكرنا في خلال حلقاتنا وخلال حتى محاضرتنا قدمنا هنا في ولاية فيرجينيا، كان نخبة من العلماء وكان منهم متحمسين في نهاية، كان هم بعض منهم في الطب الشمولي، وبدوا يتحمسوا وحتى شادوا ان فعلا مؤكدين بما يعني اشدنا بها بالدلائل العلمية. لذلك جاء اعتراف من العالم الروسي فلاديمير فولكوف بأن فعلا الوسيلة الوحيدة للحصول على الهيدروجين هو من خلال الماء، حين قال الهيدروجين والخلود. يعني الهيدروجين يعني سبحان الله الخلود، يعني الإنسان يتعجب الخلود إيش هو؟ لا يعني هو في نهاية يقصد بالخلود يعني الإنسان يستطيع يعيش 300 سنة بالصحة وعافية. طبعا إذا أردت تعيش حياة طويلة، حياة مكرونة بالصحة وعافية، الصحة المتكاملة، الصحة الشمولية، تذكر نسأل الله تعالى أن ينعم عليكم بالصحة والعافية والعمر المديد، ودائما تنعمون بهذا الكنز. فالصحة الكنز، تاج فوق رؤوس الأصحاب، فإن شاء الله تتمتعون بالصحة الوفيرة. والله الله بالماء الساخن والبرنامج، نحن لا ندخل في جدال مع كان من الذين يسيرون أن هذا تحدي لهم أو تعدى لحقوقهم أو يعني لا ندخل في، نحن ليس هدفنا الدخول في النزاعات البشرية أو مؤسسات أو شركات أو اللي نعتدي عليهم أو على كل من يكسب من رزقه، لا 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 لا، بس هذه نعمة ربانية علينا أن ننشر. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، فإذا هنا أخاف من إنسان، لا أحترم الإنسان وقدر القيمة البشرية العظيمة التي يمتلكها كل إنسان، بس لماذا خاف القدر؟ كل شيء بقدر، إن كتب عليه شر من الله سبحانه وتعالى، إرادة الله هي سوس والذي يقرر مصيره. تالي يعني لا خوف من الإنسان، لا أخاف من الإنسان، أحترم الإنسان وقدر قيمته البشرية بغض النظر من هو. لذلك كرست حياتي للنظر في الإنسان مهما ينتمي إليه، واستنكار باستخدام الدين أو العرق أو القبيلة أو المال أو طبعا لا أمتلك مال كثير كثير، بس أقول المال بصفة عامة، المال أو القبيلة أو الجنسية أو يعني كأداة للعزلة. هنا سيبدأ التدمير التدريجي لي ولك. بالتالي استخدم هذه الأداة النعمة الربانية لبناء جسور والوئام وتعايش السلم، حتى جميعا نتعصم بحبل الله جميعا ولا نفرق، تعيشون بصحة وفيرة، صحة وعافية لكم ولعزائكم، دون بعيد عن أمراض، بعيد عن الحالات النفسية والتوترات النفسية والقلق والخوف، خوف عن فقدان المال، خوف عن فقدان الوظيفة، يعني لماذا؟ يعني امضي قدما، انظر نفسك كأنك عصفور الذي يطير، أطير أطير طيور تطير، لا تعلم من وين تحصل الطعام، من وين تحصل الرزق، بس الرزق الله تعالى لا ينقطع، أمضي قدما. فنسأل تعالى لكم ولأعزائكم، أعملوا على نشر هذه النعمة الربانية، قوموا بالتسجيل الاشتراك في قناتنا اليوتيوب التي ستكون هذه الحلقة موجودة خلال القناة اليوتيوب. إذا سجلت الاشتراك، كل جديد الذي ننزل في اليوتيوب توصلك رسالة مباشرة. وأعمل عملية نشر حتى لتكون أنت مساهم في نشر النعمة، نشر الخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته، مع السلامة.